الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يكون المرض تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات ويحصل به المريض على ذلك بمجرد الابتلاء، أم يلزم منه النية في ذلك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الابتلاء كفارات إذا قارنه الصبر واحتساب الأجر. فإذا نزل على الإنسان شيء من مصائب هذه، من مصائب الدهر ونوائبه وحوادثه، من موت قريب أو مرض أو خسارة في تجارة، فإن الإنسان يؤجر على هذه المصيبة النازلة عليه على حسب صبره. وأما من نزلت عليه المصيبة فتسخط، فشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وضرب الخدود، فإن هذا مأزور في مصيبته وليس بمأجور، هو مأزور وليس بمأجور. فإذا الثواب على قدر الصبر واحتساب الأجر، سواء أنوى الإنسان أن يكون مرضه كفارة أو لم ينوي، ولا شأن له بها، ولا شأن لثواب المرض أو المصائب بالنيات، وإنما له وقع بالصبر والرضا واحتساب الأجر. فإذا مرض الإنسان وصبر واحتسب أجر مرضه هذا بين يدي الله عز وجل يوفيه يوم القيامة، فإنه إن شاء الله يؤجر على هذه المصيبة. وأما من تسخط وتضجر وبدأ يسب ويلعن ويفعل الأفعال المنافية للصبر، فإنه مع نزول المصيبة عليه فهو مأزور وليس بمأجور، والله أعلم.